اهلا بيكم. طبعا النهارده هنتكلم عن الالكتروماجنتيك فورس، وكان لازم عشان تفهموها كويس اعمل لكم الاكسبيرمنت دي وتشوفوها قدام عينيكم. طب ايه التولز بتاعتنا اللي هنتكلم عنها في ان شاء الله في الدرس بتاعنا؟ هنتكلم عن او هنستخدم باتري، وهنستخدم ايرون نيل، وعليه طبعا كويلد واير سلك ملفوف زي ما انتم شايفين كده، وطبعا عندنا هنا الايرون حديد بيسز اوف ايرون اللي هي طبعا دبابيس بتاع الدباسه. تعالوا بقى نشوف مع بعض في الدرس بتاعنا هنستخدمها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب بريب 1، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. طبعا في البدايه بشكركم على تعليقاتكم الجميله على الفيديوهات، يا رب دايما تكون بتفيدكم وتكونوا دايما من الاوائل في الساينس، وان شاء الله هتجيبوا اعلى الدرجات في الساينس وما يكونش صعب عليكم. كمان ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه لو انت اول مره تسمعنا او تشوفنا، وتعمل فولو لصفحه مستر ساينس على الفيسبوك عشان تكون متابع دايما مواعيد نزول الفيديوهات وتعرف جدول الحصص بتاعك اللي احنا طبعا حاطينه في الصفحه. كل الشيتات وكمان الشيتات بتاعت الدرس ده يا ولاد موجوده في وصف الفيديو، هتلاقي الشيتات بتاعت الدرس. تعالوا بقى نشوف النوع الثاني من الفورسز اللي موجوده، اوعى تكون نسيته. احنا بنمشي ازاي؟ احنا قلنا الفاندمنتال فورسز ان نيتشر، اول فورس مين؟ الجرافيتيشنال فورس، قوه الجذب، وخلصنا كل البروبلمز بتاعتها وكل الحالات بتاعتها. تعالوا بقى نتكلم عن الفورس الثانيه اللي هي الكتروماجنتيك فورس، اللي بيقول عليها بالعربي اسمها القوه الكهرومغناطيسيه. الكتروماجنتيك يعني واخده كهرباء ومغناطيس. عملنا ايه يا ولاد؟ في الصوره دي جبنا بلاستيك تيوب، انبوبه بلاستيك كده، ولفينا حواليها سلك نحاس. Coils a wire in spiral shape around a plastic tube. ماشي، لفينا السلك. بعدين insert iron bar، تمام، حط مسمار كده ولا قطعة حديد في التيوب دي. ماشي يا مستر، الخطوة التالتة نعمل ايه؟ وصل طرفين السلك دول، ما انت عندك طرفين، وصلهم ببطارية. ممكن تعملها يا ولاد بسهولة جدا، هات مسمار ولف حواليه سلك، هات مسمار ولف حواليه سلك، سلك مكشوف يعني شيل منه بلاستيك، واقعد لف 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 كده بتاع 50 لفه كده ولا حاجه، وطبعا بس اعمل حسابك في طرفين يطلعوا لك، وخد الطرفين دول وصلهم ببطاريه. ماشي يا مستر. وبعدين approach the iron bar، قرب الايرون بار ده، المسمار ده، قربه من ايرون فيلينج او دبابيس ورق، دبابيس بتاعت المكتب دي. ايه اللي هيحصل؟ طبعا the iron bar attract iron فيلينج، ده يا مستر طلع الحديد معايا، ده قلب مغناطيس يا مستر، برافو عليك. بس ده مش اي مغناطيس، ده يا ولاد اسمه الكترو ماجنت. ليه الكترو ماجنت؟ لان هو يا مستر المغناطيس شغال بالكهرباء. انا الاول ما افصل السلك ده هيوقف الايرون فيلينج دي، هتقع في الارض يا مستر. برافو عليك، هو ده اللي انا عايزه. The iron bar attracts the iron feeling، ده اللي انا لاحظته. لو جالك الصوره دي في الامتحان وقال لك ايه؟ وقال لك واتس يور اوبزرفيشن، ايه هي الاوبزرفيشن بتاعتك؟ هتقول له كده ان الايرون بار ده البراكتيكال يا ولاد. الايرون بار اتراكت ذا ايرون فيلينج، كويس قوي. امتى؟ طبعا وين ذا الكتريك كارنت باثس ثرو ات، لما الكهرباء تمشي. ده معناه ايه؟ ان الالكتريك كارنت هاز، لو قال لك كومبليت الكتريك كارنت هاز ماجنتيك افكت، ان الكهرباء ليها تاثير مغناطيسي. ونبص كده نقرب، بصوا بقى حصل ايه؟ ايه ده يا مستر؟ ده اتحول لماجنت. بالظبط يا ولاد، اتحول لحاجه اسمها الكترو ماجنت. الكترو ماجنت، شايفين شايل ازاي؟ اول ما افصل الكهرباء، بصوا مجرد ما افصل وقعت، انا خفيت ايديا بس من على البطاريه. اول ما احاول ادوس تاني اهو واشيل اهو، بصوا حصل ايه؟ شال يا مستر. يعني معنى كده يا اولاد انا عملت دلوقتي حولت الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي، واللي حصل ده واللي عملته ده اسمه الكترو ماجنت. مجرد ما افصل وقع المسمار، انا فكيت ايديا اهو وقع المسمار. هل في انجذاب دلوقتي؟ لا، بص كده مفيش انجذاب، مفيش. اوصل، بص كده، اول ما اوصل طلع معايا المسمار، اشيل ايديا وقع اهو، اوصل تاني وهكذا يا ولد اهو، اول ما اوصل طلع، اشيل يقع وهكذا. انا كده بحول الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي، وانا كده عملت حاجه اسمها الكترو ماجنت.
ان انا بحول فيها طبعا الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك انرجي زي ما انتم شايفين اهو. هشيل ادي الصوره اهي، بص على الصوره هتتحرك دلوقتي يا ولاد. هنا موصل اهو، شايل اول ما قطع السلك الدبابيس وقعت، اول ما يوصل السلك تاني بص هنا هيوصل السلك الدبابيس رجعت ولافف السلك اهو شايفين. ده بيسموه باسم الكترو ماجنت. كده اوف المسامير وقعت، وصل هيبقى اون، المسامير رجعت تاني. طيب ايه الاستراكشر بتاعه؟ لو قالك في الامتحان منشن طبعا ايه هي الابلكيشن في حياتنا بتاعت الالكترو ماجنتيك فورس. ده اكتشاف يا مستر، ده اكتشاف، احنا لازم نستغل الفرصه دي، احنا نحول الكهرباء لمغناطيس. قالوا خلاص احنا هنعمل حاجه اسمها الكترو ماجنت اللي هو مغناطيس كهربائي. يبقى لو قالك في الامتحان from the application of electromagnetic forces in our life، ايه هي الابلكيشن بتاعت الالكترومغناطيك فورسز في حياتنا؟ القوى الكهرومغناطيسيه. اول حاجه هتقول لي مين؟ الكترومغنت. طب ايه الاستراكشر بتاعها؟ it is made up of an insulated copper wire، عباره عن سلك نحاس لفته coiling around a bar of wrought iron، ملفوف حوالين حديد. طب ايه فكره العمل يا ولاد؟ the idea of working، لو جه لك في الامتحان the idea of working of electromagnet هتقول له ايه بقى؟ In the electric current passes through a coil it work as a magnet. It change mean انا بحول يا مستر الالكتريك انرجي انتو ماجنتيك. اوعى تنسى دي. يقول لك في الامتحان ان electromagnet space energy change into space. مين بتتحول لمين؟ كهرباء، شغل كهرباء قلب لي مغناطيس. يبقى ايه اللي اتحول يا ولاد؟ الالكتريك انرجي change into magnetic energy. طيب What is the uses of electromagnet؟ ايه استخدامات الالكترومغنت يا ولاد؟ نمبر 1 يا مستر، ده احنا بنشوف ساعات عربيات متشاله بونش تمام، ويحطها على المركب ويفصل الكهرباء، الراجل يسيب العربيه يروح طالع تاني يروح لاقط عربيه تانيه لما يوصل الكهرباء. يبقى بيستخدموه الالكتريك وينشز which lift scrap iron and the cars in port. بيشيل طبعا قطع الحديد والسيارات في البورتس اللي هي المينا. هنستخدمك في ايه كمان يا الكتروماجنت يا مغناطيس يا كهربائي؟ ان الكتريك بيل اللي هو الجرس الكهربائي، وهنا الوينش الكتريك وينشز. طيب الابلكيشن التاني في حياتنا، احنا ممكن نستخدم الالكتروماجنتيزم دي يا مستر او طبعا ظاهره الكهرومغناطيسيه دي في ايه يا مستر؟ طبعا ان الكتريك جنريتورز، في المولدات الكهربائيه. اللي هو ده يا ولاد الفكره، اللي انت تحرك ملف كده ما بين مغناطيس، يوم الملف ده لما يتحرك يديك كهرباء. شايفين بقى المره دي اللي هي they are used in converting kinetic energy اللي هي الميكانيكال اللي هي تحديدا الكاينيتيك into electric. يبقى لو جالك في الامتحان يقول لك كده ان electric generator اللي هو الدينامو اللي هو الدينامو يا ولاد it change space to space، هتقول لي يا مستر بيحول الكاينيتيك انرجي ل electric energy. طيب يا مستر اخر ابلكيشن للالكتروماجنتيك فورس القوى الكهرومغناطيسيه اللي احنا ممكن نعمل electric motor اللي هو عكس الالكتريك جنريتور. الجنريتور اللي فات ده كنا بنحول حركه كاينيتيك لالكتريك لكهرباء، امال الموتور؟ لا 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 لا، الموتور بقى انت حط لي الفيشه وتجيب لي حركه، زي الموتور بتاع المروحه، انت بتحط فيشه يعني بتحول لي الكتريك عشان تديني ايه في الصوره كده؟ كاينيتيك، كاينيتيك انرجي، هكتبها لكم عشان تبقى واسعه، كاينيتيك انرجي. يبقى هنا ايه يا مستر؟ using converting electric energy into mechanical energy اللي هي مين في الذات في الميكانيكال؟ الكاينيتيك انرجي such as motor of fan اللي هي موتور المروحه، البلايندر اللي هو الخلاط يعني او زي الميكسر كده الخلاط، الواشنج ماشين طبعا اللي هي الغساله، اي حاجه فيها موتور يا اولاد يبقى انت بتحول الالكتريك، حط لي الفيشه الاول عشان تديني حركه، عكس الدينامو. الدينامو بيحول مين؟ الحركه لكهرباء. فهمنا؟ ركز قوي في الامتحان واحنا بنجاوب، افتكر قول المستر قال ان الالكتريك موتور زي موتور المروحه، انا المروحه بيحصل فيها ايه؟ بحط الفيشه الاول يعني باخد كهرباء عشان تديني كاينيتيك حركه، تمام كده؟
ثيرد آخر حاجة في الليسون بتاعنا اللي هو النيوكليير فورسز، الطاقة النووية. طبعا دي أحدث بقى أنواع الطاقات أو القوة النووية، أو اللي هي القوة النووية يعني في الطبيعة، اللي هي خليها القوة عشان تبقى نفس الترجمة، اللي هي نيوكليير فورسز. طبعا scientists have discovered that an atom store massive amount of energy inside nucleus. عارفين يا ولاد ان الاستراكشر بتاع الاتوم ان فيه نيوكليس، اكتشفوا النيوكليس ان فيها بروتونز والنيوترونز، دول فيها طاقه عاليه جدا يا ولاد. عشان كده لو انشطرت النواه دي اتقسمت نصين اللي هو الانشطار النووي، تطلع منها ماسيف انرجي. يعني ماسيف انرجي يعني طاقه عظيمه جدا. طيب خدوا بقى الموضوع ده واستفادوا من الهاي ماسيف انرجي او الماسيف انرجي انسايد ذا نيوكليس، الطاقه الكبيره اللي جوه النواه دي، قالوا احنا مش هنعديها، احنا لازم نستخدمها في حاجه. فقسموها لنوعين، weak and strong nuclear forces. نمسك ال weak nuclear forces يا ولاد، ركزوا، لان زي ما انا هقول كده هو بيجي بالظبط في الامتحان، يقول لك كده we use weak nuclear forces، weak ضعيفه، to get space and space which used in space with space with space. تعالوا نشوف كده، to get مين؟ احنا بنستخدمها عشان نجيب radiant element اللي هي عناصر مشعة، or radiation اللي هو إشعاع. يبقى أنا بستخدم الطاقة النووية الضعيفة دي، weak nuclear forces، to get إيه الأول؟ بنجيب منها يا مستر عناصر مشعة radiant elements، وبنجيب منها radiation إشعاع، اللي هما بقى بنستخدمهم في إيه؟ اللي هما الاتنين دول، اللي هما بنستخدم الراديانت اليمنت العناصر المشعه والراديشن الاشعاع ان ميديسن في العلاج والطب. فين كمان؟ ساينتفك ريسيرشز الابحاث العلميه، اكيد بيعتمدوا على العناصر المشعه وبيعتمدوا على الاشعاع ويعملوا ابحاثهم. اندستري في الصناعه، يبقى لو جالك في الامتحان وات از ذا امبورتانس اوف راديانت اليمنت اند راديشن، هتقول له ايه؟ ان ميديسن فيلد، ان ساينتفك ريسيرشز، ان اندستري. طبعا which are belongs to اللي هما بينتموا لمين يا ولاد؟ للweak nuclear forces. امال الثانيه ايه يا مستر؟ اللي هي strong nuclear force. strong nuclear force، القوه النوويه القويه. واضح من اسمها كده ان هي بتاعت الحروب بقى والحاجات دي، صح؟ strong. these nuclear forces liberate nuclear energy، يعني بتنتج طاقه نوويه which used in. ممكن تقول على طول كده ان strong nuclear forces used in producing electric energy. مش لسه هقول لك ايه، احنا هنروح نفتش على الدوله دي عشان عندها طاقه نوويه، اللي هي قصده بقى على strong nuclear force. يروح يقولوا له ايه؟ لا لا معلش، احنا بنستخدمها في مجال producing electric energy، توليد الكهرباء، ما بنستخدمهاش في مجال الميليتري purposes اللي هي الاغراض العسكريه. military purposes اللي هو اغراض عسكريه. يبقى معنى كده ان strong nuclear forces قدامك فيها طريقين. الدول الكويسه الطيبه بيستخدموها عشان ايه يا ولاد؟ producing electric energy. الدول الثانيه بقى اللي هي ربنا بقى يعني يقدرنا عليها، اللي هي طبعا بنستخدمها في ايه يا ولاد؟ in military purposes اللي هي الاغراض العسكريه. وبيقول لك ان مصر طبعا عشان دي بتيجي في الامتحان يا ولاد ساعات، يقول لك Egypt seeks to، يعني تهتم to use nuclear energy، طبعا بتيجي في complete تحتها خط دي، to use space energy to in producing electricity. هنستخدم مين؟ النيوكليير انرجي. ممكن يقول لك دي Egypt seeks to use nuclear energy in producing space، هتقول له ايه؟ electricity. طبعا beside other forms of energy، بجانب انواع الطاقات الثانيه. كده خلصنا الالكتروماجنتيك فورس، خلصنا النيوكليير فورس، خلصنا قبلهم الجرافيتيشنال فورسز اللي هم الفاندمنتال فورسز ان نيتشر، القوى الاساسيه في الطبيعه. يا رب يا رب تكونوا فهمتوها، قسموا الدرس جزء جزء، ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة. بالتوفيق ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.